وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي دكتور علي الخشبان. دكتور، يعني بداية، ما هي قراءتك للنقاط التي وردت في بيان المجلس الوزاري الخليجي الذي عقد اليوم في الرياض؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد أنه يعني هذا البيان وضع النقاط على الحروف، نعم، وخاصة أن هذا البيان أشار إلى أن ما حدث بين من قطع العلاقات إنما يأتي في إطار محدد يختص أولا بعدم التزام إيران بالاتفاقات الدولية فيما يخص حماية البعثات الدبلوماسية، وثانيا ما يخص تمادي إيران وتدخلها في الدول الخليجية وتدخلها في الشأن الداخلي، نعم، للدول الخليجية والتحريض على إثارة القلاقل في المنطقة. ولكن أيضا النقطة الأهم، وهي النقطة أعتبرها محورية في هذا القرار، أن دول الخليج تذهب إلى أبعد مما يحدث الآن باعتمادها أن هناك إجراءات إضافية، وأعتقد أن هذه من النقاط الصارمة في هذا القرار، والتي تكشف لنا أن دول الخليج تضع إيران أمام تحدي كبير، نعم، خاصة في سلوكها في المنطقة. نعم دكتور، كما ذكرت، يعني المجلس الوزاري وضع آلية فعالة لمواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون دول مجلس التعاون، كيف ترى أهمية إيجاد يعني آليات إيجابية وفاعلة لوقف هذه التدخلات الإيرانية؟ يعني أعتقد أنه يعني إيران لن تكف عن هذه التدخلات الإيرانية، التدخلات في منطقة الخليج، ما لم ترى موقف صارم من هذه الدول. نعم. أعتقد أنه يعني حان الوقت لدول الخليج أن توقف مجاملاتها وتعاملها يعني الهادئ مع إيران، والتحول إلى لغة أكثر صرامة وأكثر شدة. أعتقد أنه هناك يعني درس يحدث لإيران، وأعتقد أنه الأزمة التي حدثت بين المملكة العربية السعودية وإيران خلال الفترة الماضية، أعتقد أنها ستكون منعطف كبير جدا في تغيير سلوك دول الخليج تجاه إيران، حتى تغير إيران سلوكها وتدخلاتها في المنطقة. نعم دكتور، يعني قرارات المجلس الوزاري التي صدرت اليوم تتزامن مع الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غدا في القاهرة، كيف تجد أهمية الخروج بموقف عربي موحد وثابت إزاء التدخلات الإيرانية؟ لعلنا نقرأ أن هناك قرار سيكون قريب أو شبيه من قرار اليوم الذي حدث في الخليج، وخاصة أنه الدول الخليج كتلة مهمة ورئيسية في الجامعة العربية، وأعتقد أنه يعني ذات اللغة وذات التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول للمنطقة العربية ودول المنطقة العربية كلها سيكون محورا رئيسيا في قرارات جامعة الدول العربية غدا. نعم. وهذا سيعزز، إذا ما صدر مثل هذا القرار، سيعزز أن الموقف الخليجي والموقف العربي متناغم، وأيضا يرسل رسالة إلى إيران أن الدول العربية والدول الخليجية بدأت يعني تفقد صبرها على هذه التدخلات الإيرانية منذ أكثر من 3 عقود مضت. نعم، من الرياض المحلل السياسي الدكتور علي الخشبان، شكرا جزيلا لك.